الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا للقلوب واللايكات والكلام الجميل. اليوم عزلت الفيو لعله يساعد في الإضاءة الجيدة، بس ستيل ما زالت الإضاءة مش جيدة، بس عادي كل شيء يمشي. طيب أبغى أبدأ. حدثني فقال سنين، نبغى نأخذ رسالة اليوم. يمين ولا يسار؟ طيب هذه عجبتني، احذر من شخص شجاع وغبي. احذر من شخص شجاع وغبي. لا تضع مستقبلك مع شخص لا يضبطه دين ولا قانون. طيب أبغى أذكر كل أصدقائي في جدة، حفل توقيع كتاب حدثني فقال راح يكون يوم الجمعة القادم في مكتبة جرير بعد صلاة العشاء، خلوني أشوفكم. طيب اليوم موضوعنا الوقت بدل الضائع. خلوني أقول لكم، قابلت واحدة من البنات ويعني كانت تشكي إنه هي يعني تأخرت كثيرا، يعني كان عندها مشاكل مع زوجها، ويعني من يوم تزوجت عندها مشاكل مع زوجها، وكانت يعني تقول لا ما يحتاج اتطلق، لا ما أعرف إيش، لا المهم في النهاية قررت إنها تتطلق، قررت بكل وضوح إنه الحياة هذه ما تناسبها. فهي كانت تقول يعني عمري ضاع، عمري ضاع، يعني راح عمري يعني، وانا كنت يعني عالقة في مكان، كنت اعتقد انه في امل يتعدل، في امل يتصلح، كنت اعتقد انها حياة جيدة، راح عمري وضاع عمري. المهم من بكرة قابلت شخص كان عنده بزنس وتجارة وخسر، وبعدين دخل بزنس ثاني وخسر، وكان يقول لي راح عمري، ضاع عمري، وانا عمري كذا، وللآن ما كونت نفسي، وللآن ما أسست نفسي، ضاع عمري، راح عمري. ففيه كثير من الأشخاص قد تكون حصلت أحداث في حياتهم خلتهم مشغولين مشكلاتهم وأزماتهم فترة من الزمن، وقد يكونون هم اتخذوا قرارات خاطئة وبعدين الآن استيقظوا، أو قد يكونون كانوا نايمين وفي نوم عميق وسووا معانا أمس الاختبار وبعدين قالوا واو أنا أول مرة أعرف إنه أنا جسدي المشاعري ضايع، واو ويعني كل عمر اللي رأيه يا الله يا عمري اللي راح، عمري اللي راح وانا ما عندي سالفة وضايع ومعتقد اعتقاد مورطني، متورط في علاقة، متورط في فكرة، مؤمن بمشروع ما جاب لي ولا شيء، مؤمن بعلاقة ما وصلتني ولا نتيجة، مؤمن بصندوق بهذلني وعذبني، عمري راح وانت الان يا دكتورة جاية تطوروا بوسكم يعني ايش بقى من العمر، يعني احسن سنوات عمري راحت، الان متى يمديني الحق اجذب ابو خمس نجوم، متى يمديني الحق اسوي ثروتي، متى يمديني الحق اعيش المشاعر الجيدة، متى يمديني الحق، راح العمر، ضاع العمر. فانا في الوقت بدل الضائع اقول يلا 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 بسرعة 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 بسرعة، دكتور سمي عندك حل سحري، عندك حل، أنا قبل شوي استيقظت، عندك حل سحري. فأحد أبرز أنا أتفهم قديش مؤلم إنه الإنسان يضيع جزء كبير من عمره ومن حياته وهو متورط في قصة وبعدين ينتبه إنه هو في المسار الغلط، أو فشل 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 بعدين ينتبه إنه الطريق كله غلط،
او يكون في علاقه بعدين ينتبه انه الموضوع مضيعه وقت. عطيت الطرف الثاني فرصه واثنين وثلاثه واربعه وعشره ومية، كلها مضيعه وقت. فيقول يا الله، يعني اعرف ان هذا مؤلم، اعرف ان هذا يعني شيء يعني يألم. او اكون مثلا في بلد يعني ما فيها دعم ولا فيها استقرار، ويمكن حرب، ويمكن الدنيا مظاهرات ولخبطه، وبعدين تمر سنين سنين يقول يا الله شغلت والله، ولا وصلنا النتيجة حتى، يعني مع كل اللي سويناه ولا وصلنا النتيجة، يعني يلا ضاع عمري، والله ضاع عمري وانا طالع واصرخ واسوي مظاهرات. فتخيل درجة الالم انه انك انت كذا تطل، يعني تشوف 10 سنوات من عمرك راحت، 10 سنوات راحت كذا هباء منثورة، او 20 سنة، او تخيل انها تكون 40 سنة. تخيل. فالشخص يعني يقوم ينتبه، يستيقظ، ينتبه للحظة هذه، يقول واو ما هذا الألم، يا الله سويت الاختبار والوضع، اكتشفت ان الوضع عندي، واني انا يعني يمكن في عمر 40، يمكن في عمر 30، يمكن في عمر 20. لما تستيقظ من الألم اتفهم ألمك، اعرف قديش شعور انه سنوات من عمرك طارت، وانت يمكن مضحوك عليك، وانت مخدوع في علاقة، وانت مخدوع في فكرة، وانت مؤمن بمعتقد وداك في 60 داهية، معتقد وداك في 60 داهية، ويا كثر المعتقدات اللي تودينا في 60 داهية. لذلك انا اؤمن انه الواحد على طول يجرب المعتقد، ما يشتغل يحطه في زبالة ويجيب واحد ثاني. يعني جربت المعتقد اعتقادي عن الناس كذا، ما اشتغل غير على طول. يعني ليش تضيع سنة تختبر معتقد؟ لا، يعني عاطل المعتقد فرصة اختبره وبعدين حطه في الزبالة. ألم رهيب، ألم، شعور انه انا شعور يمكن احتقار للذات، يمكن شعور بالعار، يمكن شعور انه انا اقل من كل الناس هذولا، انا ليش انا اخبى منهم، انا ليه فلان وفلان وفلان صحى بدري، ليه فلان وفلان وفلان لحق، ليه فلانة دخلت في علاقة وعلى طول انتبهت وخلصت نفسها من علاقة وانا تورطت 20 سنة، ليش فلان ممكن يكون رجل، ليش فلان وفلان انتبه وعدل نفسه وغير وانا علاقت في الموضوع. فيجي تأنيب، شعور بالعار، شعور بالفشلة، شعور بالخجل، شعور اني انا اقل من غيري، شعور انه يمدي ولا ما يمدي يا جماعة، يمدي معانا وقت، يعني يمدي اني انا عدل، يعني مع كل هالفشلة ومع كل هالشعور بالاحتقار الذات، بالعار، بالضياع، بانه يعني الناس اللي اصغر مني ب20 سنة الان وين وانا وين، يعني يمدي، يعني معانا وقت، يعني ما معنى وقت بدل الضائع، بس ما معنى شوية وقت، يعني شو اسوي بشوية وقت هذا، شو الحق، وش الحق عليه، علموني الحل السحري اللي ألحق عليه. فبعض أخطاء الأشخاص اللي يستيقظون من الألم إنهم يطولون المرحلة. أنا أعرف إنه أنت يعني شوية بتتألم، شوية تقول آخ يا خسارة السنوات، كم تقعد تقول آخ يا خسارة السنوات. في شخص يقعد أشهر، في شخص يقعد سنة، في شخص يقعد 3 سنوات، في شخص هو 10 سنوات نايم و10 سنوات يتألم على 10 سنوات اللي نايم فيهم. تخيل قمة الألم، 10 سنوات نايم و10 سنوات يتألم على السنوات اللي نايم فيهم، يعني حسرة ما بعد حسرة. تخيل، هذا خيار انك تختار انك تتألم، تشعر بالعار، تشعر يعني بالسوء تجاه نفسك، وتغوص، تسكر الباب، تسكر على نفسك، وتعتزل المجتمع، يعني خلاص يا جماعة راحت علي، راحت، يعني هو الشباب راح، هو الفلوس راحت، هو الصحة راح، راح الموضوع يا جماعة، خلوني بس بقعد انتظر الموت وخلاص، لا أحد يكلمني، بس هذا خيار. في ناس يختارون هذا الخيار. أنا اليوم جاي أقولك انتبه، ترى في خيارات ثانية، انتبه. إذا عديت أكثر من 3 أشهر وأنت تؤنب نفسك، أبغى أقولك استوب، لا تعلق مع الأشخاص اللي 10 سنوات هم يتأنبون عشان 10 سنوات راحت من حياتك. أوكي خلاص، راح تحطها في الزبالة، خلاص الآن ابدأ جديد.
فانتبه انك تدخل في هذا التيار لانه ورطة، لانه ورطة. التيار الاخر اللي يقولك اي طيب وش اسوي، اوكي خلاص اللي راح راح واللي فات فات واللي مات مات وخلاص الفلوس راحت والشباب راح ماشي، طيب الان وش نقدر نسوي، وش نقدر نسوي، اسوي هذا ولا اسوي هذا ولا لا لا لحظه خلونا نفكر، خلونا نفكر، خلونا نقعد على الطاوله ونناقش الموضوع ونفكر، خلونا نقرر بحنكه وحكمه وعمق ونتعمق في الموضوع وندرس الموضوع 10 سنوات ما هي الخطوه القادمه، لانه احنا استيقظنا الان فيعني مع هذه اليقظه ومع هذا الوعي احنا مصحصحين ولا حد يضحك علينا. اقعد 10 سنوات هو هذا ولا هو هذا الطريق، هو هذا الرجال ولا هذه البنت، هو هذا البزنس ولا هذا البزنس، هو هذا هو هذه موهبتي ولا هذه موهبتي، هو هذا الرجال المناسب ولا هذا الرجال المناسب، هو ويلا 10 سنوات ثانية أزمة أخرى، 10 سنوات ثانية أزمة أخرى، إنه أنا متشتت ما أعرف وين، ما أعرف وين المشكلة، ما أعرف وين الطريق، ما أعرف ورطة. هذا شكل. خلوني أقول لكم الشكل الثالث، الشكل الثالث اللي يلعبون في الوقت بدل الضائع. كان استيقظت يا دكتورة عندك حبة سحرية، بس أنا ما أتناقش إلا بالحبوب السحرية، تعطيني دورة أحضر دورة وأسوي تمرين وأطبق ويعني ليل طويل وسالفة وكذا، يكفي ما ضاع من عمري، يكفي ضاعت 10 سنوات، ما أبغى بعد تضيع 10 سنوات أطبق دوراتك، لا 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 لا، عندك حبة سحرية، عندك حبة، أعطيني شيء يشتغل يشتغل، ما أبغى أدخل دورة وأطبق وما أعرف إيش وأقعد أفكر وأقعد أصيح وأقعد كذا، عندك حبة سحرية. هذولا الفئة الثالثة اللي يقولك خلاص أنا استيقظت، عطوني القفزة، ما أبغى حتى مصعد ولا درج ولا سلم ولا يعني حتى درج متحرك ولا مصعد سريع، لا لا لا، أبغى قفزة، أبغى قفزة أبغى قفزة يا جماعة. فأنا أقول لكل شخص قاعد يأنب نفسه ويحسر نفسه ويجلد نفسه على 10 سنوات راحت، وأقول لشخص مشتت ما يدري وين يروح وما يدري وين يركز وما يدري وش يسوي، وأقول لشخص يريد أن يقفز الآن ويريد الحبة السحرية، أقول لكل هؤلاء الأشخاص، أقول لهم هناك وقت، هناك وقت، أنا جاي اليوم أقول لك هناك وقت وهناك طريق صحيح، وأنت تستطيع وأنت تقدر. ما أبغاك أنك تقعد 10 سنوات تفكر، ولا أبغاك ولا تصير إنك تقفز، ما تصير، ما صارت، لأنها ما صارت. افهم القوانين الكونية، امسك الطريق بطريقة صحيحة. إحنا ما نبغاك تعلق زي المرات اللي صارت قبل بدون علم وبدون معرفة وبدون وعي، ولا إنك تقعد متشتت كذا، ولا في حبوب سحرية. أختصر لك، إذا في أحد يقولك في حبة سحرية، فكر 100 مرة قبل ما تاخذ هذه الحبة السحرية. إذا في أحد يقول لك، صدقني ما في أحد مثلي مجتهد في تطوير نفسه، ما في، على أقل فيما أعرف ما في أحد مثلي قاعد يحاول ويجرب كل الأشياء، يعني ما في شيء، ما في تقنية سمعت فيها، ما في شيء سمعت فيه في احتمالية أنه يغير إلا جربته. فأحب أقول لك إنه التغيير يحتاج إلى جد واجتهاد واهتمام، والتغيير أسرع مما تتوقع، التغيير أسرع مما صحيح إنه مش حبة سحرية لكن أسرع مما تتوقع. يعني أقدر أقول إنه كل شخص اشتغل على، وأرجع أقول، الجسد المشاعري تغير في ظرف أشهر، في ظرف أشهر تغيرت كل حياته، في ظرف أشهر إنسان اشتغل على الجسد المشاعري تغير في ظرف أشهر، في ظرف أشهر يتغير. تبغى تدور على حبة سحرية، من المحتمل انه حبة سحرية تورطك في مشكلة ما تخلص منها الا بعد كم سنة، يعني محتمل جدا. ليه؟ لان الحبة السحرية يا اما انت تروح لواحد من الاجساد الاخرى اللي هو مش العمود الرئيسي حق تطوير الذات، من المحتمل جدا، ولا يعني انه احنا ما نشتغل على اجساد اخرى، لكن هي سبورت، هي دعم
للجسد المهم بالنسبة لنا في هذه المرحلة هو الجسد المشاعر. لأني أقول لكل شخص يأنب نفسه وقاعد يحزن وقاعد زعلان ستوب، كل هالمشاعر ما لها قيمة خلاص. كل ما جتك هذه المشاعر تخيل أنك تحطها في صندوق وتسكرها بالشمع الأحمر وترميها في البحر. في كل مرة يطلع أنت فيك وما فيك بس تخيلها كأنك تحطها في صندوق شمع أحمر في البحر خلاص. ما ليس هناك وقت لأنك تستمع وجهة نظرك في العشر سنوات الماضية. وجهة نظرك في العشر سنوات الماضية مش مهمة، وجهة نظرك الآن هي المهمة. في ماذا يحدث الآن، ماذا تريد أن تفعل الآن هي المهمة. وجهة نظرك الآن فيما يحدث الآن هي المهمة. عشرة مو مهم خلاص، فشلت، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. حان الوقت أن تختار أن الموضوع انتهى، حان الوقت أن تختار أن الموضوع انتهى. ضايع ما تدري من وين تبدأ، أحب أقول لك ابدأ من التنظيف. ضايع ما تدري وين تبدأ، تقول طيب أنا يعني عندي مشاكل هنا وعندي مشاكل هنا وعندي لخبطة هنا، ما من وين أبدأ؟ ابدأ في التنظيف. تبغى تجي عندي تاخذ كورسات، عندنا كورسات جدا مخفضه موجوده على الموقع. ما تبغى تجي عندي رح المكتبات كلها مليانه، ابحث عن كتاب يتحدث عن المشاعر. عندك مشاعر العار، مشاعر التأنيب، مشاعر الحزن، مشاعر الخوف، مشاعر الغضب، كل هذه المشاعر، التوتر، القلق، كل هذه يبغى لها شغل. لوحه التحكم كل هذه يبغى لها شغل. ليش؟ لانه لوحه التحكم هذه هي اللي ورطتك يوم من الايام، هي اللي خلتك عالق 10 سنوات. وهذه لوحة التحكم المضروبة هي اللي الآن قاعدة تلخبط حياتك وتخليك ما تمسك الطريق. وللأشخاص اللي ينتظرون الحبة السحرية، أحب أقول لك انتظار الحبة السحرية قد يكلفك 10 سنوات من حياتك. انتظر، تبغى تنتظر انتظر. أنت اللي بتنتظر، ما في أحد راح ينتظر غيرك. الناس تمشي، الناس تتحرك، الناس الآن كلهم قاعدين يحطون أهدافهم ويكتبون نواياهم ويستعدون لعشرين عشرين. تبغى تنتظر انتظر انتظر، يمكن بعد سنة تقتنع انه ما في حل سحري. خلني ابدأ، مين خالف، خلني اجتهد، خلني اشتغل 3 شهور على نفسي، خلني اشتغل 6 شهور. يعني انا لو قلت لك انه 9 شهور من حياتك تغيرك تماما، ايش رايك؟ عرض صح؟ في شخص يقولك لا 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 يوم وليلة. تنتظر سنة كاملة، تنتظر انك تكتشف شيء يغيرك بيوم وليلة، هذه كلفتك سنة. تنتظر سنة ثانية، كلفتك سنة ثانية. يمكن تنتظر 10 سنوات تنتظر الحبة السحرية. لذلك حان الوقت لكل شخص يفكر الوقت بدل الضائع. حان الوقت انك تبدأ الآن، حان الوقت انك تحدد. الحياة خيارات، انت الآن عندك الخيار انك تختار. انت الآن تسمعني قد تكون رسالة لك انك تختار. الأشخاص اللي ما يملكون المال، أرجوك اسمعني، اسمعني وبعناية. ما تملك المال أعرف، ما تقدر تسجل في دوراتي ما عندي مشكلة، رح اليوتيوب، مصفوفة القيم، سلم هاوكنز، القوانين الكونية، هاي 3 فيديوهات. لو سمعتها وانت ضايع الآن وفي الوقت بدل الضائع ولا تدري وش الوضع، صدقني راح تمسك الطريق. أؤكد لك إنك راح تمسك الطريق، وأؤكد لك إنك راح تمسك الطريق. عندك فلوس تبغى تستفيد من المواد اللي عندنا، عندك الكورسات التنظيف. بدأت في التنظيف، أحب أقول لك إحنا الآن على أعتاب 2020 في هذه السنة قررت إن إحنا نعرف أنفسنا أكثر من خلال عندنا كورس أعرف نفسي، الفيل الأبيض وهي اكتشاف كارمة الحياة، وعندنا نية 2020 اللي يبغى ينضم معنا في تاريخ 31 ديسمبر راح نطلق نية 2020. كل شخص عنده نيته بس نبغى نطلقها بشكل جماعي عشان تكون لها قوتها. لكل شخص يشعر انه في الوقت بدل ضائع، لم يتأخر الوقت بعد، لم يتأخر الوقت بعد. الحياة مليئة بالخيارات، الحياة مليئة بالفرص. يمكن لو جتك الفرصة في عمر قبل كنت دمرتها وخربتها، يمكن لو جتك الفرصة قبل 10 سنوات كنت انحرفت عن المسار وبهذلت في نفسك وعذبت نفسك وأسأت لنفسك، يمكن لو جتك الفرصة قبل 10 سنوات كنت أسأت لصحتك، يمكن لو جتك الفرصة قبل 10 سنوات كنت يمكن دمرت أموال. المهم ما كان الوقت مناسب، الآن هذا هو الوقت المناسب. وإحنا نتحدث
عن سنة 2020 نحن نتحدث عن طاقة جبارة. طاقة جبارة، أتحدث عن طاقة جبارة راح تكون موجودة على الأرض، بدأت في 2019 وتستمر في 2020. طاقة جبارة تنزل على الأرض، في أشخاص بيستفيدون منها وفي أشخاص راح يستمرون يقعدون يتحسرون على الوقت والزمن اللي راح. 2019 و2020 هناك مساعدات مضاعفة وغير متوقعة كانت من كثير من الأشخاص اللي عندهم طاقات عالية، قدمت لأشخاص طاقاتهم ضعيفة. إذا ما أخذتها الآن متى تأخذها؟ إذا ما أخذت هذه الطاقات اللي تقدم لك المساعدة الآن متى تأخذها؟ متى تأخذها؟ في عام 2019 و2020 هناك الكثير من الأموال من التجار والمستثمرين اللي قاعدة تدفع لأشخاص ما عندهم ولا فلس. إذا ما استفدت الآن متى تستفيد؟ هناك الكثير من الأشخاص اللي لديهم الاستنارة والوعي قاعدين يقدموا في 2019 و2020 الكثير الكثير من التطوير للجسد المشاعري والفكري. إذا ما حصلت عليها الآن متى تحصل عليها؟ متى تحصل عليها؟ هناك بعض الأشخاص الذين يقدمون الدعم الطاقي لهذه الأرض، إذا ما حصلت عليها الآن متى تحصلها؟ متى؟ متى؟ أنا ما أعرف أصلاً إذا 2021 راح أكون إنستغرام لايف أتكلم بهذه الطريقة وبهذا الشكل. يمكن يكون عندنا تطبيق ثاني، يمكن يكون الاستعداد نحط عليه رسوم، يمكن يكون ما أطلع في الإنستغرام أصلاً كلش. فدائماً خليك منتبه إنه الحياة قاعدة تقدم لنا في هذا الوقت من الزمن الكثير من المساعدات والكثير من التقديمات لمن يريد، لمن ينوي، لمن هو مستعد. بس إذا ما قلت أنا أبغى يا جماعة أنا جاهز، أي علموني أنا كيف وين أروح وش أسوي، خلاص خلاص يعني ما في يعني أكيد ما في أحد راح يقدم، أكيد ما في أحد راح يقدم. إذا ما في أحد يطلب أكيد ما في أحد راح يقدم. طيب خلونا نأخذ أسئلة، نركز على استعدادات 2020. الوقت بدل الضائع، الأشخاص اللي فاتهم الوقت، نركز على الأشياء اللي تكلمنا عنها. طلع استحقاقي منخفض حبيبة قلبي. حبيبة قلبي عندنا اختبار في أعرف نفسي، عندنا اختبار الاستحقاق، اختبار الجذب، واختبار أعرف اختبار مستوى الطاقة، واختبار البناء والهدم، واختبار الضعف والقوة. جدا 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 مهمة، وحرصت اني اقدمها نهاية السنة بسعر زهيد، لانه حسيت انه كثير من الاشخاص صراحة يعرفون الاستحقاق بس ما يعرفون درجة استحقاقها. تقولك انا استحق بعده عن طريقي انا استحق موظفيني وظيفة ومعطيني 10,000. لا 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 لا، قلت لهم ولا تناقشوني اصلا انا معايا ماجستير وعندي خبرة 20 سنة، ولا تناقشوني اصلا، انا استحقاقي اعلى من كذا بكثير. وينها؟ قاعدة في البيت. وين استحقاقك اللي كنتي يعني تكلمين عنه؟ وين استحقاقك في الخريطة؟ استحقاقك في الخريطة وين؟ استحقاقك هو 10,000 في الوظيفة اللي جتك، هذا هو استحقاقك بالضبط. فشعرت انه في كثير من الاشخاص ما هم عارفين انفسهم، يعرفون القوانين الكونية ويعرفون انه هذه طريقة الجد. طب انا وين من الجد؟ طب انا وين من الاستحقاق؟ طب انا وين في مستوى طاقتي؟ انا وين في الحياة؟ وين في الخريطة؟ طب انا وين في نقاط ضعف، في نقاط قوتي؟ انا وين؟ طب انا وين؟ انا قاعد ابني ولا قاعد اهدم؟ فاعتقد انه اعرف نفسي كثير كثير راح تساعد كثير من الاشخاص انهم يكون عندهم وضوح في الرؤية اكثر، انهم شوية يعني ينظفون النظارات كذا وتكون عندهم رؤية اوضح. وبرضو عندنا الفيل الابيض
راح تساعدك انك انت تشوف الصورة الكلية للحياة، انه ليش جاي، شو الشغلة انا ليش جاي، ليش موجود، شو الكارما اللي انا موجود فيها، شو المطلوب مني، شو المطلوب مني. كثير من موضوعات الاستحقاق او مشكلات الاستحقاق هي مرتبطة بالمشاعر، وجزء كبير منها مرتبط بمشاعر العار ومشاعر التأنيب. لذلك ادعوك، ادعوك اللي قالت استحقاق المنخفض اكتشفته من اعرف نفسي، ادعوك الى انك انت تركزين على هذول النقطتين، هذول المشاعرين كثيرا. ايش هي كارمتي في الحياة؟ ما اعرف والله، انا ما اعرفك صراحة، ما اعرفك انت مين، ما اعرفك. اللي اقدر اقول لك اياه انه كارماتنا في الحياه تختلف من شخص لاخر. كل شخص جاي يفك لغز معين او يفك قصه معينه او يتعلم عليها او يفهمها او يعرفها. صممت الفيل الابيض عشان انت تكتشفين هذا الفيل الابيض. كيف نسمع بكج الفيل الابيض بالترتيب؟ ما لها ترتيب معين، بس خلوا لنا نيه 2020 خلوها في 31 ديسمبر بس. أعرف نفسي والفيل الأبيض تقدر تستخدمها مع أي تنظيف، مع أي كورس، مع أي دورة عندي عند غيري، لا تتعارض مع أي دورات. الدورات هذه القصيرة الجديدة لا تتعارض مع أي دورات، تقدر تأخذها وتسمعها وتطبق، تقدر تطبقها في ظرف يوم واحد، في ظرف يوم واحد تخلص الموضوع وتشوف الأشياء، ويكون عندك يمكن أها مومنت، يكون عندك انتباه ووعي لكثير من الأشياء اللي أنت ما كنت منتبه لها على نفسك. أن أنت في مشكلة، ما أعرف عندي قصدك، ما انتبهت. كيف أعرف كم استحقاقي؟ موجود الاختبار في أعرف نفسي، موجود الاختبار. نية 2020 ما نسمعها إلى يوم 21. التنبيهات اللي قبلها تقدرين تسمعينها قبل، بس التأمل نبغاه في 31 ديسمبر. التأمل يا جماعة في 31 ديسمبر، أو تقدرين تسوينه قبل أكثر من مرة، بس نبغى كلنا في 31 ديسمبر. للحوامل ما في مشكلة. عندي مشكلة بقبول الأحداث والأشخاص اللي حولي، ساعديني. أوكي أوكي ساعدك. مشكلة في قبول الأشخاص والأشياء اللي حولي. أوكي طيب، خليني أقول لك شيء. ماذا لو كان القبول هو اختبار لحالة جذب؟ ماذا لو كان انه اذا تقبلتي فلان راح تستطيعين تجذبين الهدف الفلاني؟ ضغطت الزر. هل هي الحياة اصلا كلها؟ زين الحين جايبت لك مثال مرة ضيق وصغير. ضغطت الزر ولا ما ضغطت الزر؟ ماذا لو كان قبولك لهذا الشخص، او قبولك للعشر سنوات الفاشلة في حياتك الماضية، ماذا لو كان قبولك هو اللي راح يفتح لك العشر سنوات؟ ماذا لو كان قبولك لهذا الشخص هو اللي راح يجذب لك الفراري الحمراء؟ ماذا لو الآن تقدرين تضغطي الزر. هل يكفي أن أستغفر التنظيف الداخلي؟ لا، ما يكفي. استغفار مرتبط بمشاعر التأنيب فقط، مرتبط بمشاعر التأنيب فقط. إحنا عندنا غضب، عندنا خوف، وأصلا يمكن ما يكون عندك تأنيب كثير، يمكن ما أدري. عندنا طبقات طبقات من المشاعر. طلعت لي فراشة بعد تأمل في الأبيض. أول شيء أبغى أقول لك تأكدي لي من موضوع الفراشة إذا عندك أي معنى، لأنه يكون معنى شخصي. إذا ما عندك أي معنى ارجعي لي الانستغرام لايف اللي تكلمنا فيه عن رسائل الحيوانات. كنا نتكلم عن الفراشة أنها عندها رسالة السلام.
تغيير الأفكار هل يكفي لتنظيف المشاعر؟ لا أبداً 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 أبداً. أتمنى أني أقدر شوفي أبغى أقول لك شيء. الشطارة الشطارة إنك تاخذ الشورت كت، أوكي؟ وأنا الآن بقولك الشورت كت وشو؟ أنا الآن أقولك إياه عشان ما ضيعين وقتك زي ما أنا ضيعت وقتي، أوكي؟ أبقولك إياه وخليك بركزة. الجسد المشاعري هو الأهم. الجسد المشاعري هو الأهم. كون اني انا اعرف معلومة فكرية في حالة وعي، اني انا يتوسع مخي، ما لها اي قيمة في الحياة، في الحياة الواقعية ورجلينك على الارض، عند انه مشاعرك جيدة تعرفينها تعدلينها توصلينها. بس انا اختصرت عليك كثير كثير كثير، تضيع وقت كثير، تضيع وقت في عالم تطوير الذات كثير، تضيع وقت. اختصرت عليك الطريق، اختصرت اختصرت اختصرت. معلومة في الوعي ما لها قيمة، ما لها قيمة، ما لها قيمة. الفكرة ما لها قيمة مدام مشاعريا أنا ما تغيرت وتعدلت، ما لها قيمة. عرفت قانون كوني، عرفت التوازن، طيب خطير. عرفت التوازن خطير. عرفت الجد خطير. مشاعري مش جيدة ومش مضبوطة، تطير، تقعد، تنام، تنجز، ما تقدر تجذب، كله ما تقدر تجذب. معلومات الجذب ما لها أي قيمة. فبالتالي الأفكار تسوي لك تنظيف؟ ما راح تسوي لك تنظيف. الأفكار ما تسوي تنظيف. الأفكار أضعف بكثير، الجسد الفكري أضعف بكثير من الجسد المشاعري. الجسد المشاعري أقوى وهو مسيطر وهو أوسع. فبالتالي لا يمكن أن نقارن شخص قوي فكريا قوي مشاعريا، لا يمكن، لا يمكن. في فرق، في فرق كبير. فأنت الآن أبغى أقول لك شيء، أبغى أقول لك شيء. قد تسمعين كثير من الأشخاص اللي يقول لك أنت تتغير في ظرف دقيقة متى ما اخترت أنك تتغير، صح؟ يقول لك الحياة هي كذا، يعني أنت تقرر تتغير. أحب أقول لك، أحب أقولك وين الشخص اللي سوى تغير؟ وينه؟ وينه في حياتي ما شفته؟ في حياتي ما شفت الشخص اللي لف راسه وتغير، ما شفته في حياتي كاملة، ما شفته. وأنا في مجال تطوير الذات، وأنا أشتغل مع ناس من 16 سنة أشتغل في مجال تطوير الذات، ما شفته، ما شفت هذا الشخص اللي لف كذا. أوكي صار عنده أها مومنت، أوكي انتبه عرف، بس تغيرت حياته الواقعية. الواقعية حط رجليك على الأرض بلفة، لا ما صارت أبدا، ما صارت. تغيرت حياتك الفكرية بلفة، صارت. تبغين تغير حياتك الفكرية؟ إيه تتغير، تتغير في لفة، تتغير في أها مومنت، تتغير، تتغير. لذلك تغيير الفكرة لا يهم مقابل تغيير المشاعر. هذا هو الاختصار، هذا هو الاختصار. لا ضيعين وقتك. يمكن صار لك سنة تتابعيني وانت تفكرين هل أقتنع بهذه الفكرة ولا ما أقتنع بهذه الفكرة، هل أقرر أني أنا أخوض موضوع التنظيفات، أخوض موضوع ترتيب مشاعري وأخوض، ولا يمكن سوية ما عندها سالفة. أقول لك اعتبري سوية ما عندها سالفة، هذه أسلم، صح؟ أسلم أنه ما عندها سالفة. وروحي مع شخص يؤمن بالجسد الفكري، روحي عند شخص فقط يناقش الأفكار والأجساد الفكرية، وآمني بكل الأشياء اللي يؤمن فيها، واتبعي أفكار، وتتبعي أفكار الوعي، ومن قفزة لقفزة، قفزة وعي، قفزة وعي. بعدين قولي لي جذبتي شيء؟ ها هلو، بعد سنة بسألك جذبتي شيء؟ شعورك جيد؟ علاقاتك جيدة؟ مبسوطة؟ هذا هو في النهاية حياتك الواقعية هي الحاسب، هي الدليل، هذا هو المهم. أحن لحياتي القديمة. قصدك حياة يعني قديمة قديمة، ولا قصدك يعني 10 سنوات مضت، ولا كم سنة ماضية؟ هذه جزء من الأشياء اللي أنت لابد تكون إنك مستعد لها.
انه لما انت تنوي نيه جديده او تضع هدف جديد او تغير حياتك وتقول والله خلاص 2019 انا والله تبهذلت مع هذا الموضوع بقفل الباب وببدا باب جديد، مع انك عارف انه هذا انسب لك وهذا اصلح لك هذا، وتكلمنا عنها في صدمه القرار انه مرات انت تقول واو يا لا احن السرير القديم، احن البيت القديم، احن زوجتي القديمة، زوجي القديم، أحن الوظيفة القديمة، لأنه أنت تعودت على هذا الشيء، زي ما نقول نسختك علقت فيك لوقت طويل، فلما أنت تجرب نسخة جديدة تكون غريبة عليك، تكون شوية مستنكرة، يكون عندك شعور شوية ما بين الاتصال والانفصال، فيكون يمكن عندك اتصال أكثر مع النسخة القديمة، وهذا يخلي بعض الناس يسوون يوتيرن على فكرة. سووا نيوتيرن في القرارات، سووا نيوتيرن مرات في التغييرات اللي هم يعني يتخذونها، وتكلمنا عن هذا الموضوع كثير في موضوع القرارات. لكن جزء من استعدادنا لما احنا نضع هدف ونقرر ونتغير ونوصل لهذا الهدف، احنا نكون مستعدين لهذا الهدف. ابغى اتزوج، استعد للزواج. ابغى اكون ثري، استعد لهذا الثراء. مو فجأة يجيني الثراء بعدين اكون بعزق فلوسي، مو أقرر أتزوج بعدين أتزوج، لا والله زواج لا جاء رجال ويسوي لي كذا ويقول كذا ولازم لي خلق يا جماعة، ما لي خلق، خلاص ما أبغى الزواج، كل الزواج. هذه نقطة الاستعداد مهمة، إنه إحنا حتى ما نتورط في موضوع هذا الحنين للماضي للنسخة القديمة. كيف نرفع الجزء للمشاعر؟ عندنا ثلاثة أشياء مهمة يتكلمنا عنها. اول شيء عندنا انك انت تفهم المشاعر، ثاني شيء انك انت تعدلها، تشتغل عليها، لوحة التحكم تصير تحت تحكمك، ثالث شيء انك انت تقدر توصل تستقبل المشاعر، عندك هذه الاداه. من يوم امس اكتشفت اني في مرحله الكبرياء واشتركت في باكج الغضب والخوف والتانيب، كيف اطلع من المرحله؟ واشتركت في باكج الفيل الابيض اليوم. طيب الان اشتركتي في باكجين، طيب شاركتي في باكج التنظيف، شاركتي في باكج السنة الجديدة، استعداد السنة الجديدة، صح؟ طيب، ولا تسألين تقولين كيف أطلع من المرحلة، أنت في الطريق، لا تطلبين أكثر. يعني ما عندي سحر، هذا اللي عندي معك، اشتغلي الآن، حان وقت الشغل. ممتاز أنه أنت اكتشفتي أنك في مرحلة الكبرياء، وأعرف يعني يقيناً أنه كان صعب عليك أنك تشترين هذه الدورات، أعرف يقيناً أنك بصعوبة اقتنعتي أن عندي سالفة بما أنك مرحلة الكبرياء، وأشكرك جداً على يعني تقدير جهدي، أشكرك على أنك وثقت فيني وأخذتي هذه الكورسات، لكن أعطيني وقت، ما عندي حبة سحرية، أعطيني وقت. يعني الباكج اللي أخذتيه الأول في 5 كورسات، هذه يمكن كل كورس يبغالها فترة، وعندك الكورسين الجديدات هذه بيومين تخلصينهم، فيعني على الأقل بعد خمسة أشهر راح تشوفين إنك تغيرتي، راح تشوفين إنه أنتي في مرحلة مختلفة، وخيارك إنك أنتي تشترين الكورسات مع إنك في مرحلة الكبرياء، اشتريتي الكورسات مع إنك في مرحلة الكبرياء، يعني المرحلة الكبرياء هذول فتحوا إنستغرام قاعدة تتفلسف ما عندها زهرة، مع إنك في مرحلة الكبرياء وشريتي، فهذه خطوة تقول لي انك انت اتخذتي خطوة تجاه مرحلة الشجاعة، انك قلتي لا انا بصير شجاعة واشوف يشتغل الموضوع ولا ما يشتغل. يا جماعة خل عنا سواليف النفس وخرابيط وشايفة نفسها وتتفلسف وما عندها خل ياخذ خطوة، هي صادقة ولا ما هي صادقة، صح ولا لا؟ واخذتي خطوة، فهذه الخطوة ما يسويها لشخص شجاع، شخص يعني تخلى عن هالمشاعر الكبرياء، تخلى عن مشاعر انه لا انا فاهم، انا عارف حياتي اكثر من الناس، تخلى عن مشاعر واخذ هذه الخطوة، فهذه خطوة جدا ممتازة منك، وهذا يعني، هذا بالنسبة لي يعني انك مسكت الطريق، بالنسبة لي يعني اتخاذ خطوة شجاعة وانت في مرحلة الكبرياء، انك انت فعلا مسكتي طريق الشجاعة. فعطينا فرصة 5 شهور اشتغلي، وراح تشوفين بنفسك كيف التغيير. هل جيد مجموعي 63 وأنا في منتصف أبنوس؟ قصدك في مستوى الطاقة؟
أنتظر منك أكثر، أتوقع منك أكثر إذا خلصتي أبنوس، لأنه أكيد أبنوس إنها ضربة واحد من الأجساد، ضربة كبيرة يعني، فأتوقع إنه أنت يعني راح يرتفع بعد ما تخلصين أبنوس، عيدي الاختبار مرة ثانية وشوفي كيف الوضع. واللي مو عارف في أي مرحلة ماذا يفعل، اللي مو عارف هو وين وضايع، كلش ضايع ولا يعرف، قلت لكم ولا عنده فلوس يحضر 3 مقاطع في اليوتيوب، 1 مصفوفة القيم، 2 القوانين الكونية، 3 وش قلنا، 3 مصفوفة القيم والقوانين الكونية، ذكروني وش قلنا، في قلنا شيء ثالث، سلم هاوكنز عيدها مرة ثانية بليز أحد يكتبها، سلم هاوكنز مصفوفة القيم القوانين الكونية، اكتبي سمية الناصر سلم هاوكنز، سمية الناصر مصفوفة القيم، سمية الناصر القوانين الكونية، تلقينا. اللي ما يعرف هو وين ولا يعرف وضايع ولا يدري من وين يبدأ ولا أرجوك إحنا في نهاية سنة مهمة وبداية سنة مهمة، إذا ما قررت الآن فمتى تبغى تقرر؟ تبغى تنتظر لما الملف الفلاني يخلص؟ أحب أقولك ما راح يخلص. تبغى لما عيالك يكبرون؟ أحب أقولك دائما في قصة بتعلق فيها. تنتظر الشغلة الفلانية تخلص؟ إذا خلصت تبدأ شغلة ثانية، يعني دائما فيه شيء راح يشغلك عن نفسك. تأكد وأحب أكد لك 1,000,000% أنه دائما في شيء راح يشغلك عن نفسك. لذلك هذا هو الوقت المثالي والفرصة المثالية، خصوصا مع وجود طاقات كلها تدعم التغيير في نهاية السنة وبداية السنة، خصوصا مع وجود طاقات حول العالم تؤمن بهذه الفكرة، وأنا أؤمن بالبوابات الجماعية. الطاقات الجماعية هي بوابات ممكن تفتح لنا يعني مسارات لا يمكن تتخيلها في هذه الحياة. هذه فرصة. رح واسمع ثلاثة فيديوهات، سلم هاوكنز مصفوفة القيم القوانين الكونية، صح بالضبط. أنا شجاعة، برافو منيرة. طيب كيف ننظف؟ عندنا كورسات التنظيف، وعندي اللي ما يبغى يدفع فيه على اليوتيوب. طبعا ما أقارن بين الشيء المجاني والشيء المدفوع، الشيء المدفوع عميق أكثر، لأنه تشوفون الأشياء المجانية يعني عبارة عن تذكير، تنبيه، يعني لفت انتباه الأشياء، تربيط بين شيء وشيء، بس ما نقدر ندخل شيء عميق. يعني تخيل أعمق شيء دخلناه الآن هذه يعني على بال ما الناس طبعوا الأوراق، وعلى بال ما الناس جابوا الورقة، وعلى بال ما إحنا نعيد وكذا، يعني جدا صعب إنه في مكان عام نضبط شيء عميق. فغالبا الأشياء العامة ما تكون عميقة لدرجة الكورسات. لكن إذا ما عندك فلوس تبغى تنظف، راح أعطيك طريقتين. 1، عندي فيديو اسمه التنظيف على اليوتيوب، رح واسمعه. 2، عندي ألبوم الباب الخلفي موجود في آيتونز بسعر بسيط، بس بقولك مجانا في أنغامي، راح يطلع مجانا. يعني عندك هذا التنظيف على اليوتيوب والبوم الباب الخلفي مجانا على أنغامي، في 7 تراكات مع بعض مخصصة للتنظيف 21 يوم، وفي واحد التراك اسمه ديتوكس. في البوم الباب الخلفي في واحد من التراكات اسمه ديتوكس. 7 هذه مع بعض تستمر عليها 21 يوم، تسوي لك تنظيف، وعندك الفيديو اللي موجود على اليوتيوب. تبغى أعمق مرحلة أخرى، عندنا الدورات الباكج اللي موجودة الآن على الموقع، اللي هي الثقة، التأنيب، الحزن، الخوف، الغضب. تبغى مرحلة أعمق، عندنا الوعي الطفولي، السول ديتوكس، الموسيقى التحولية، الإكسل. هذه 3 مراحل، أنت وقدراتك وأنت وإمكاناتك وأنت واستعدادك. غير موجود في أنغامي، غير صحيح موجود في أنغامي، البوم الباب الخلفي موجود في أنغامي، موجود أيضا في جرير، تقدر تشتري من جرير، تقدر تشتري من أمازون، تقدر تشتري من سي دي بيبي، تقدر تشتري من آيتونز، وأيضا موجود مجانا في أنغامي. كيف أختار دورة التنظيف المناسب لي؟ إذا تعرفين المشاعر اللي عندك فيها مشكلة، روحي لنفس المشاعر. إذا ما تعرفين المشاعر، خذي الدورات اللي تنظيفها عام. إذا كان عندك صدمة مثلا أبنوس، إذا كان تنظيف عام، عندك دورات التنظيف العامة.
موسيقى التحولية فقط موجودة في نابا. أعطونا سؤال، ما نبغى سؤال عن الدورات، أعطونا سؤال قبل ما نخلص يا جماعة، سؤال مفيد. سمعت في أنغامي وبكيت، ممكن كثير أشخاص قالوا إنهم بكوا، هذه أحد علامات التنظيف، ممكن شخص يبكي، ممكن يشعر بتغيرات. كيف أطبق تنظيم الخوف دون الحاجة لأشخاص؟ هذه أول خطوة، أول خطوة إنك تكسرينها إنك تبحثي عن أشخاص. ستوب مقاومة، ستوب مقاومة، دفي نفسك شوي، كل مرة دفي نفسك شوي، ما طلبنا كثير، ما طلبنا كثير ترى. في الأبيض هو رسالتي في الحياة، kind of، يعني في زاوية من الزوايا، يمكن، يمكن، بالتأكيد هو كارمتك، رسالتك حسب أنت وجهة نظرك في موضوع الرسالة. خليه على البودكاست او اليوتيوب، ايش رايك اجي اسوي دليفري للبيت؟ ايش رايك؟ حلوه الفكره صح؟ دليفري للبيت عندك، ايش رايك؟ ايش رايك؟ اقول لك تكفين 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 تكفين، تغيري تكفين تكفين تكفين. انت يعني بالخيار تتغيرين وما تغيرين، انا اعتقد اني بذلت جهدي اني اوفر مواد مجانيه بالطريقه اللي تناسبني. تبغى اجتهد، حصل، ابحث، سو جوجل شوية، نزل التطبيق، يعني شوي شوي على الأقل أرسل رسالة للكون إنك مهتم. لا تقول سووا لي الدليفري، سووا لي التغيير دليفري، يعني أكثر من كذا صراحة. يعني أنا أعرف إنه في جيل مدلل يعني، وقاعد أحاول قاعد أحاول إني أوصل للناس المدللين واللي متسدحين واللي يشوفوا مسلسلات، والله قاعد أبذل جهدي يعني، بس مو عند لهالدرجة. أتمنى تكون استفدتم واستمتعتم من لقائنا اليوم. لا تنسون استعدادنا للعام الجديد، اللي مهتم أعرف نفسي، الفيل الأبيض عشان تكتشف كارمتك في الحياة، ونية 2020 نبغى نطلقها في 31 ديسمبر. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.